تتباهي دائماً بقوة الحدث، ففي بعض الأحيان ستعجزين عن قراءة بعض الإشارات الخفية التي تحلل تصرفات الزوج الخائن، فتكتشفين الأمر بعد فوات الأوان. بعض تصرفات الرجل تشير إلى رغبته الشديدة في الانفصال، وحتى لا تتفاجأ المرأة بقرار حزم الرجل حقيبته والرحيل دون سابق إنذار. إذا كنت معتادة أن يخبرك زوجك بصفة تلقائية عن حياته الخاصة وعلاقته مع أصدقائه وخططه المستقبلية وأحلامه المهنية، ومن ثم تختفي هذه المحادثة تدريجياً، فذلك دليل على رغبته في الانفصال. ويختفي اهتمام الرجل بحياتك الخاصة ولا يعير اهتماماً للأمور التي تستهويك أو إنجازاتك ومحيط عملك أو كيف تقضين أوقات فراغك. كما ترينه يتجنب الخوض في أي حوارات عاطفية، في حين إنه غالباً ما يكتشف بوضوح خطتك الخاصة لتحويل سياق الحوار إلى مجرى عاطفي، ويتهرب من هذه الأحاديث ويغير سياق الحوار كأنه يخوض في أي موضوع آخر لا علاقة له بالمشاعر. إذا أصبح لطيفاً جداً وهادئاً على غير العادة، أو يعتمد عبارات وأسماء مستعارة لطيفة في أثناء الحديث معك، وفي بعض الأحيان يصبح أسلوب الرجل رسمياً عندما يريد الرجل الانفصال عنك، فغالباً ما يميل إلى استخدام عبارات تدل على استيائه من قبيل أنا لا أفهم كيف لا يمكنك حتى التواصل مع أمك. في المقام الأول يرغب الرجل في تعميق الفجوة بينك وبين من حولك على غرار الأم والأصدقاء القدامى وزملائك وحتى الأطفال. علاوة على ذلك يسعى الرجل إلى تسليط الضوء على عيوبك وأخطائك، وذلك جزء من محاولاته الرامية إلى تشويه صورتك عن طريق مقارنتك بأشخاص آخرين، وذلك حتى تفقد احترامك لنفسك.